أهدى السبل إلى دلالتي كنزل كرمي مولى النعم هذه الأمم بشريعته أزكى الناس على الحسب كل العرب في خدمته سعد الشجر نطق الحجر شرق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة عصى والرب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمد ما هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمد ما هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمد ما هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللهم صل وسلم وبارك عليه أستغفر الله رحمة الله وأهدسا من رضي الإنشينا فعل قول يدسا تدسر أغافوكم أكارت أمبسا أقارب حتبسا بيهار قلودسا من رضي قلل دي بالله ربيردسا راعز الحرام بيهن أمن جيدسا تدسر أغافوكم بيشار وقلادسا فنكشكي هميسا تدبق جيدسا توب أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون آمين يا مجيب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لدار الخلد قد جئنا وللمختار قد زرنا وفي روضات صلينا وشاهدنا رسول الله رأيت الناس أفواجا وبحر الحب أمواجا ودمع الشوق ثجاجا لحب في رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فزرنا طاهر القلب عظيم الجاه والقرب ومن وفاه بالحب تملى من رسول الله وفي رؤياه أفراح وعطر الناد فواح وأهل الحب قد باحوا وسامحهم رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ولاح النور والسر وجاء الخير والبر وأهل الله قد قروا برؤياهم رسول الله وليل الهجر قد ولى وصبح الوصل قد هلى ونور المصطفى دلى على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله شراب الخلد دوار وفي الكاسات أنوار وهذا الشرب معطار روينا من رسول الله ونال القلب ما يرجو وزاروا بعد ما حجوا وفوج بعده فوج سلام يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تراهم في مصلاهم إله العرش أعطاهم حبيب الله يلقاهم وقد زاروا رسول الله وغفران وأسرار لمن للمصطفى زاروا عليه
بهم تبدو أنوار من الهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. جيوش النفس قد ولت وأقمار الهدى هلت وسحب الخير قد عمت لمن زاروا رسول الله. وشمس الدين تهدينا إلى الخلاق بارينا رسول الله داعينا أتينا يا رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. جمال المصطفى بادي بإقبال وإسعاد وعطر روح الوادي وشاهدنا رسول الله ونلنا غاية القرب بتوفيق بلا حجب وزرنا سيد العرب أبا القاسم رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وهز الروح باريها لدى المختار هاديها فنالت من أمانيها شهودا في رسول الله. سلونا حب ما يفنى وعند المصطفى صرنا ووصل القلب قد نلنا من الهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. رياض الخلد نلناها وسلمنا على طه وروح الحب حياها بإمداد الرسول الله. إخوتي أخواتي في الإسلام، نحن الآن في مزار مفتي دغستان وهنا سوف تنطلق مواكب أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ترون في الصناديق آثار الرسول يقومون بنقلها إلى السيارات في طريقهم إلى انطلاقا إلى قرية إنخيلو. وكما ترون الصناديق ذهبية وينقلون فيها أثر الرسول. طبعا أثر الرسول هو خصلة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وجزء من كسوة الكعبة وأشياء أخرى إن شاء الله سنتعرف عليها بعد قليل. وكما ترون الصناديق الذين ينقلون فيها أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، جرار صناديق وما شابه ذلك. رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وهنا الناس كما ترون من موردين وعامة الشعب يساعدون في نقل أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. كما رأيتم أحد الموردين يقوم بنقل السيف، طبعا لحد الآن لا نعرف لمن هذا السيف، إن شاء الله بعد قليل سوف نعرف كل شيء. منذ قليل كان الكثير من الموريدين متوافدون في هذه المنطقة لكي يتباركوا أو لكي يكتسبوا البركة من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ترون الكثير منهم يساعدون في نقل أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. من رسول الله وفي رؤياه أفراح وعطر النادي فواح. وهذه اللوحة مصنوعة من جزء من كسوة الكعبة المشرفة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الحي القيوم مكتوبا عليها. تقريبا من أثر الرسول والصحابة ما يقارب العشرين أثر.
حتى الآن ما نعرف عنه خصلة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وجزء من كسوة الكعبة. نور المصطفى دل على الهادي رسول الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. هذه السيارات التي عليها علم روسيا هي الموكب التي سيرافق الشخص الحامل لأثر أو آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. من رسول الله ونال القلب ما يرجو، وزاروا بعدما حجوا وفوج بعده فوج، سلام يا رسول الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. تراهم في مصلاهم إله العرش أعطاهم، حبيب الله يلقاهم وقد زاروا رسول الله، وغفران وأسرار لمن للمصطفى زاروا عليهم تبدو أنوار. من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما يقارب 30 أثر أو أكثر على ما أعتقد من الجوامع التي كان يخطب فيها الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، شمعدان أو حامل الشموع. أقمشة من كسوة الكعبة، كما ترون المريدين يحملون هذه الآثار بتأنٍ، فالكل يتوافدون للمساعدة من جهة ولكسب البركة من جهة أخرى. قام المريدين بإخراج كل آثار الرسول، والآن سوف نستعد للانطلاق بموكب أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. القرب بتوفيق بلا حجب، وزرنا سيد العرب. تقريبا كل سيارة من سيارات الموكب تقوم بنقل أثر من آثار الرسول، وهذا الشرف طبعا كبير لكل حامل لهذا الأثر لإيصاله إلى قرية إنخيلو. وهز الروح باريها لدى المختار هاديها، فنالت من أمانيها شهودا في رسول الله، سلونا حب ما يفنى وعند المصطفى صرنا، ووصل القلب قد نلنا من الهادي رسول الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. رياض الخلد نلناها وسلمنا على طه، روح الحب حياها بإمداد الرسول الله، صلاة الله كالقدر على المختار. وهنا كما ترون مفتي دغستان أحمد حجي أفندي الذي سيقوم بمرافقتنا ومرافقة الموكب إلى باب المزار، وضمن الموكب طبعا سيارتنا التي تقوم بنقل أيضا أحد آثار الرسول والصحابة، ومعنا في السيارة التابعة للموكب صندوق يحوي على قفل ومفتاح باب السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. في داخل الصندوق يوجد قفل ومفتاح باب السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ما شاء الله، نحن سوف نقوم بنقل هذا إلى قرية إنخيلو. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. نحن الآن قد انطلقنا من مزار المفتي أحمد حجي أفندي مفتي دغستان، وفي طريقنا الآن إلى قرية إنخيلو حاملين معنا آثار الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نغادر مدينة مخشقلة انطلاقا إلى قرية إنخيلو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الله شلريت سيهر إتلا هام أورشو صلى الله عليه وسلم أسهر رهيتلا هام هو ودم جنا الله شد إتلا بغانوب هم صدق عماز إتلا أورشو خبت الأرخ عليه الصلاة والسلام هو ودم جنا إتلا بيتي غلط لهير الله شو هري أورشو فاطمة رضي الله عنها أورشو ياشوب ريتين تلا يا أجمع شنو تليني هم صدق أب خامنا يا هري هم صدق سيل هدي الأور شو ميج الله صلى الله عليه وسلم كعبرو تريد إنت لجو أصاب هو أصاب أور شو أصهاري إنت تنسان ديا رتس الله أشلاري سلام الله على طه رسول الله صلاة ونحن الآن بمرافقة موكب آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونحن في الطريق سوف نصادف بعد قليل مزار أول إمام لداغستان، الإمام غازي محمد. غازي محمد كان إمام داغستان، وكان يشارك الإمام شاميل في غزواته. وعندما حاصرت ميليشيات الروس كما ترون، هذا هو البرج الذي احتمى فيه الإمام شاميل وأول إمام لداغستان غازي محمد رحمهم الله، عندما قام الروس القياصرة بمحاصرتهم. كما ترون هذا هو البرج الذي قفز منه الإمام شاميل والإمام غازي محمد. طبعا تاريخ هذه القصة سنرويه لك، طبعا تاريخ هذه القصة سنرويه لكم. الإمام عندما قام الروس القياصرة بمحاصرة مواقع توضع الإمام شاميل وجيشه، لم يتبقى عندهم خيار آخر سوى أن احتموا في هذا البرج الذي رأيناه منذ قليل. في هذا البرج قد استشهد الكثير من في هذا البرج طبعا استشهد الكثير من عساكر الإمام شاميل، في هذا البرج الذي رأيناه منذ قليل طبعا، وبعد محاصرة الروس القياصرة لجيش الإمام شاميل، قام الإمام شاميل بالقفز من البرج، ومعه أول إمام لداغستان غازي محمد. طبعا غازي محمد عندما قفز استقبله الروس القياصرة بالحربات والسيوف. عندما قفز الإمام غازي محمد كان باستقباله حربات الأعداء الروس القياصرة. أما الإمام شاميل استقبله الروس القياصرة بحرباتهم وأسلحتهم، ووقع هناك شهيدا في هذه المنطقة في هذا المزار الذي رأيناه منذ قليل. أما الإمام شاميل فقد كافح وكان يقاتل ببسالة، وقتل الكثير من الروس أثناء هذه الغزوة، وتابع الإمام شاميل كفاحه ضد الروس وقاتل ببسالة حتى استطاع من الفرار منهم. التجأ إلى أحد الرعاة في أحد الجبال، وكان قد تلقى الكثير من الجراح أثناء هذه الغزوة. وتقول الروايات بأن الإمام شاميل قد بقي فترة طويلة، وتقول الروايات بأن الإمام شاميل بعد أن لاذ بالفرار من الروس القياصرة والتجأ إلى أحد الرعاة في الجبال، قد فقد الوعي لفترة يقولون لعدة أيام.
حتى عاد لوعيه واستعاد قواه وعاد إلى الجيش ليتوضع كقائد للجيش وإمام بعد الإمام محمد بعد الإمام غازي محمد، وعاد إلى صفوف الجيش وأصبح هو ثاني إمام في داغستان بعد الإمام غازي محمد. حتى الآن في الوقت الحاضر قد وصلنا إلى منطقة هذه المنطقة في الجبال تسمى أحلقح. إخوتي في الإسلام، انظروا المنظر الجميل، أهل قرية تشيركتا يحتفلون ويحتفلون ويشاركوننا فرحتنا في نقل آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. كما ترون الناس متجمعون بالأعلام والرايات، فرحين بمرور موكب آثار الرسول والصحابة رضي الله عنهم. طبعا شرف كبير لنا أن نحمل آثار الرسول والصحابة، وشرف لي أيضا، شرف كبير أيضا لي بأن أحمل أثر السيدة فاطمة. طبعا كما حدثتكم في الصندوق قفل ومفتاح باب السيدة فاطمة، أليس شرف كبير أن أحمل هذا الأثر وأنقله إلى قرية إنخيلو؟ أعلام وتصوير، الله أكبر. شيء جميل جدا. طبعا نحن في جمهورية داغستان التابعة لروسيا الفيدرالية، والغريب بالأمر أو بالأحرى ليس غريب بالنسبة لنا، ولكن ممكن يكون الشيء هذا شيء غريب لبعض العالم، الناس لبعض الناس الذين يظنون بأن روسيا الاتحادية الفيدرالية تمنع مثل هذه المواكب وتمنع المسلمون من الصلاة وتحاول أن تعيقهم بكافة الوسائل، ولكن على العكس تماما. كما ترون العالم خرجت لاستقبال الوفود بالأعلام وبالفرحة العارمة، ولا يوجد أي عوائق في طريقنا الحمد لله، بل على العكس ضمن الموكب يوجد بعض سيارات الشرطة للحفاظ على أمان الموكب ووصول آثار الرسول والصحابة بأمان إلى القرية المطلوبة. الجسر ساغري كما ترون، أيضا حشود أهل القرى قد خرجوا لاستقبال موكب آثار الرسول وآل بيته والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الكل يستقبلنا بهتافات الله أكبر وأعلام لا إله إلا الله كما ترون، والتصوير. سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله. ونحن الآن ندخل قرية إنخو، وكما تشاهدون الاستقبالات من أهالي قرية إنخو. طبعا هذه القرية قرية مفتي داغستان، وكما الزي الداغستاني والكنجال والأعلام الخضراء والمكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقبال جميل جدا من أهالي قرية إنخو. شكرا لكم أهالي قرية إنخو على هذا الاستقبال الرائع.
سلام الله على ياسين حبيب الله. فزرنا طاهر القلب عظيم الجاه والقرب، ومن وفاه بالحب تملى من رسول الله. وفي رؤياه أفراح وعطر النادي فواح، وأهل الحب قد باحوا وسامحهم رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ولاح النور والسر وجاء الخير والبر، وأهل الله قد قروا برؤياهم رسول الله. وليل الهجر قد ولى وصبح الوصل قد هلى، ونور المصطفى دل على الهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب. أطفال رجال نساء يستقبلون موكب آثار الرسول وآثار البيت وأصحابه أجمعين. الموكب تقريبا للموكب يذكرنا باستقبال أهل القرى لموكب الحجاج، تقريبا نفس المنظر، ولكن هنا الناس أكثر. طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. تراهم في مصلاهم إله العرش أعطاهم، حبيب الله يلقاهم وقد زاروا رسول الله. وغفران وأسرار لمن للمصطفى زاروا عليهم تبدو. شكرا شكرا لكم أهل قرية إنخو، شكرا جزيلا لكم على هذا الاستقبال الرائع، على هذا الاستقبال الحار. طبعا بعد قليل سوف يحين موعد صلاة الجمعة. أتمنى أن نكون في قرية إنخيلو حتى مع موعد صلاة الجمعة. لمن زاروا رسول الله وشمس الدين تهدينا إلى الخلاق بارينا، رسول الله داعينا أتينا يا رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. جمال المصطفى بادي بإقبال وإسعاد، وعطر راوح الوادي وشاهدنا رسول الله، ونلنا غاية القرب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا ما مكتوب على اللافتة الحمراء أمامنا. الله أكبر. سيارات الشرطة لحماية الموكب من أي أخطار ممكن أن تواجهه. طبعا نحن تقريبا بآخر الموكب لنقل أحداث وتصوير ما نستطيع تصويره من أحداث تجري معنا خلال الطريق. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لهم باللافتات والأعلام والهتافات كما ترون. شكرا لهم، شرف كبير لنا أيضا، شرف كبير لنا أيضا. قرية موني أيضا خرجت لاستقبال موكب آثار الرسول وآل بيته وأصحابه. خلنا قرية إنخيلو السفلى. طبعا كما ترون أهالي القرية أيضا خرجوا لاستقبال الموكب بالرايات والأناشيد والهتافات. قرية إنخيلو، كنا عند مدخل القرية. نحن الآن في قرية إنخيلو. كما ترون رجال وأطفال ونساء يستقبلون الموكب. شكرا لأهل قرية إنخيلو. طبعا كما تشاهدون الأهالي هنا أو بالأصح
الأهالي الذين يستقبلون الموكب أكثر بكثير من القرى الأخرى، وكيف لا وآثار الرسول وآل البيت والصحابة هي مرسلة إلى قريتهم بالتحديد، فنحن ضيوفهم اليوم. شيء جميل لاحظته في البداية، كان يقف الرجال في بداية القرية لاستقبالنا، والآن فقط النساء. رأيت الناس أفواجا وبحر الحب أمواجا ودمع الشوق ثجاجا لحب في رسول الله صلى الآن. وأمامكم على قمة هذا الجبل الصغير قد كتب اسم الله داخل القمر. فزرنا طاهر القلب عظيم الجاه والقرب ومن وفاه بالحب تملى من رسول الله، وفي رؤياه أفراح وعطر النادي فواح. هذه اللافتة الخضراء مكتوب باللغة العربية واللغة الروسية. أهلا وسهلا لزائر في معرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شكرا لأهل القرية على هذه الكتابة، صحيح فيها بعض الأخطاء ولكن شكرا جزيلا لهم، عملوا ما يستطيعون. الخير والبر وأهل الله قد قروا برؤياهم رسول الله، وليل الهجر قد ولى وصبح الوصل قد هلى ونور المصطفى دلى على الهادي رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. شراب الخلد دوار وفي الكاسات أنوار، وهذا الشرب معطار روينا من رسول الله، ونال القلب ما يرجو وزاروا بعد ما حجوا وفوج بعده فوج سلام يا رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. تراهم في مصلاهم إله العرش أعطاهم، حبيب الله يلقاهم وقد زاروا رسول الله. وغفران وأسرار لمن للمصطفى زاروا، عليهم تبدو أنوار من الهادي رسول الله. صلاة الله سلام. ونحن الآن في قلب قرية إنخلو، وسنقوم بتصوير فوتوغرافي لقرية إنخلو عن طريق هذا الجهاز عن طريق الأقمار الصناعية. وكما ترون أهل المنطقة محتشدين لاستقبال الموكب. طبعا الأمانة وصلت إلى أصحاب القرية وسلمت، وأنا شخصيا سلمت قفل ومفتاح السيدة فاطمة الزهراء. نحن الآن إلى مدخل ونحن الآن متجهين إلى مدخل الجامع حيث حفظت الآثار من آثار الرسول. سوف ندخل، تفضلوا. قرية إنخلو قرية جميلة جدا كما ترون، تقع بين الجبال، طبعا هي في منطقة جبلية كما ترون حولكم. المنطقة كلها محاطة بالجبال، بيوت كما ترون قديمة جميلة متراصة. هذه البيوت على ما أعتقد من نحن الآن متجهين إلى مكان حفظ آثار الرسول وآل البيت وأصحابه، كتب عليها باللغة العربية: وإنك لعلى خلق عظيم، محمد رحمة للعالمين، محمد الله محمد، كلها مكتوبة باللغة العربية. شكرا لأهل إنخلو. أو الأمانة قد حفظت في هذا المكان، الآن هي قيد الترتيب
وإن شاء الله بعد قليل سوف ندخل وننظر ونشاهد ما هي هذه الآثار مع بعض. على هذه اللافتات الخضراء مكتوبة أسماء أصحاب الرسول وأسماء الملائكة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، جبرائيل، حسن، حسين. هنا لا تتكلم؟ هنا أتكلم ساعتها باللغة العربية، وهذا جيد جدا. أنت من قرية إنخلو؟ إخوتي في الإسلام، نحن الآن في متحف آثار الرسول وآل بيته وأصحابه في قرية إنخلو، والآن إن شاء الله سنحاول أن نشرح لكم عن كل أثر، عن كل أثر على حدة. هذا غطاء قبر النبي شعيب ومحفوظ حتى الآن. قرآن قديم العهد يعود تاريخه تقريبا إلى أكثر من 1000 سنة. جزء من كسوة الكعبة. جزء من كسوة الكعبة في عهد المملكة العثمانية. Наконечник балясины с лестницы, ведущий к источнику Замзам. Внутри в Замзам, когда спускались вниз к Замзаму, вот оттуда с лестницы балясины. Это вот на лестнице? Да, на лестнице. Джизэ сагир мин сюллум аддарадж عند النزول إلى زمزم. ключи от Кааби. Вот здесь снимай, вот в этом месте, в каком году вот это высветится. هذا مفتاح الكعبة، هنا مكتوب صنع في عهد خالد بن عبد. Здесь не видно, можно я вот. ابن عبد. صنع في عهد خالد بن عبد العزيز آل سعود. Ключ тоже от Кааби османской во времена османской империи. مفتاح الكعبة في عهد أحد السلاطين العثمانيين. Замок и ключ от макама Ибрахима عليه السلام. في هذا الصندوق يوجد قفل ومفتاح مقام النبي إبراهيم عليه السلام. حرام. جزء من أساس المسجد الحرام في مكة في عهد العثمانيين. كوسوك شزروانة. كامن سكعب سناتي بري ريستوراتسي. рядом с Хаджером Асвадом. Это рядом был? Рядом было, да. Рядом, который, при реставрации, который сняли. هذا الحجر كان بالقرب من الحجر الأسود وهو مأخوذ من الكعبة أثناء التصليحات التي تمت في الكعبة. هذا الحجر يسمى حجر الشازروان، هو حجر أساسي من حجار الكعبة عند مدخل الكعبة. هذه الستارة الداخلية لباب الكعبة، أو بالأحرى هذه الستارة لباب الكعبة من الداخل. الذي كان في الداخل يعني عند الباب. عند الباب. مرسل أمام الباب. ليش الخارج في الداخل؟ سطر المرسل. سطر ما معنى سطر المفهوم؟ سطر الذي كان يسطر زي هذا يعني شوف.
ستار. نعم ستار. ستار ده هذا ستار خارج أم داخل؟ داخل. الداخلي. وهذا أيضا داخلي. هذا من الكعبة. وهذا من الروضة. الروضة. مفهوم. هذا الستار للروضة الشريفة من الداخل. شمعدان. مسجد النبوي. من المسجد النبوي. هذا شمعدان من المسجد. كان في الروضة الشريفة. هذا شمعدان كان موجود في الروضة الشريفة. مكتب دوم البروك عليه الصلاة والسلام مدينة المسجد. هذا هيكل. هيكل. هيكل الروضة الشريفة. الذي كان. هيكل الروضة الشريفة. عند الرسول صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول. هذا. هذا هيكل. هذا هيكل صغير للروضة الشريفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. شمعدان. أيضا شمعدان خجري روز. وأيضا شمعدان مأخوذ من الروضة المشرفة. Пророк алейхи салату салам земля с могилы пророка алейхи салату салам هذا земля да التراب من قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتراب من روضة الشريفة مفاتيح في هذا الصندوق يوجد مفاتيح من الروضة الشريفة هذا أيضا شمعدان من الروضة الشريفة وهذا غطاء أيضا من الروضة الشريفة في الصندوق الزجاجي مكنسة كانت تستخدم في كنس الروضة الشريفة أما هذه المكنسة فكانت تستخدم في كنس الكعبة هذا قماش مطرز من الروضة الشريفة في هذا الحوض الصغير في هذا الحوض الصغير بعض الحجار المأخوذة من الروضة الشريفة يستخدمه للزيت في هذا الحوض الصغير يوجد فنجان كان يستخدمه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في سكب الزيت للنبي صلى الله عليه وسلم عند فتح كعب مكة سيف الرسول هذا السيف سيف مهدى من عبد الله بن مبارك للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أثناء فتح مكة قد قاتل فيه الرسول أثناء فتح مكة إلى قيلة قيلة قال شيء صنك الله هذه شعرة من شعر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما ترون تبدأ من هنا وتنتهي هناك هذه الشعرة الطويلة من شعر رأسي فكانوا يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ضفائر طويلة أما هذه شعرات صغيرة على ما أعتقد هي من ذقنه هذه شعر
شمعدان آخر من الروضة الشريفة. ستلنك قنديل الذي كان يعلق في الكعبة حتى لم يزل الغبار الذي كان فيه. لم يزل الغراب، الغبار ما زال في الداخل. هذا قنديل كان معلق في الروضة الشريفة، والغبار الذي كان عليه منذ ذلك العهد ما زال في الداخل حتى الآن. وهذا أيضا قنديل آخر من الروضة الشريفة. ستارة؟ ستارة باب الروضة، يعني باب الروضة من الداخل. وهذه أيضا ستارة من ستائر باب الروضة من الداخل. وهذه أيضا ستارة أخرى من ستائر باب الروضة من الداخل. هذا الخنجر خنجر أبو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بلال أصحاب ما شاء الله. هذا الإبريق هو إبريق الصحابة الجليل بلال أصحاب رضي الله عنه. وهذه إلى أين كان يصحبها معه؟ في أثناء هذه محمولة يحملها معه، ليست في المنزل. أثناء السفر. هذه مطرة كانت لبلال أصحاب رضي الله عنه، سفرية كان يصطحبها معه أثناء السفر. وهذه مطرة أخرى أو جرة فخارية للماء لخالد بن الوليد. تعود هذه المطرة تعود لخالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد هذا اللباس الحربي الذي كان يلبس تحت الدرع أثناء الحروب، وأيضا هو لخالد بن الوليد رضي الله عنه. يعني بنو قينقاع وبنو قريزة غنيمة منهم. غنائم من بني هذه السيوف هي غنائم اغتنمت أثناء الغزوات على بني قينقاع وبني قريزة. من الروضة الشريفة. وهذا أيضا قنديل آخر من الروضة الشريفة. فاطمة الزهراء براروكا. هذه جرة تعود لابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. هذه رحى مطحنة كانت مهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة الزهراء. عائشة. هذه الجرة هي تنسب لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. حلب أم الشات حلب الشات. أم معبد. هذه الطاسة أو هذا الصحن الصغير هو صحن قد حلب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شات أم معبد عندما هاجروا عندما أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة. نكيتك عبد القادر جيلاني. هذا المريول واللفحة تعود لعبد القادر الكيلاني قدس سره. كاليغرافيشيسكي كراشينيا سميتشيتي الخرم مدينة. هذا هذا هذا
كاليغرافيسكي الذي كان معلقة في الحرم الشريف يعني للتزيين. هذه لوحات مكتوبة بالخط الكوفي كانت معلقة في الحرم الشريف. هذه راية الإمام الأعظم الإمام شاميل غازي دغستاني قدس سره. قطعة من كسوة قبر مولانا أحمد الفاروقي السرهندي المعروف بالإمام الرباني مجدد الألف الثاني. إمام الطريقة النقشبندية. هذه سجادة من الروضة الشريفة. كنا في قرية إنخيلو ومررنا معكم وأريناكم آثار الرسول وآل بيته وأصحابه وشرح ربما يكون بالصغير ولكنه أعتقد أنه وافي للآثار كلها. على كل شكرا لأهل قرية إنخيلو على استقبالهم الحار، ونحن الآن مستعدين لمغادرة القرية. وداعا إنخيلو، إن شاء الله لنا عودة أخرى. هذا كانشنا برشوي نعمات إتي أصحار إتي لليك في الرسول صلى الله عليه وسلم اشتواني منو يستولكو 1000 كيلومتر اشتواني كاجوسا داغستاني такой глуши это уже уму непостижимо что такое наше время даже есть много арабских земель городов где эти реликвии не были большое шукру надо всевышнему Аллаху дала чтобы именно Аллахом было предопределено что селение Инхело вот эти реликвии попались и люди наши дагестанцы смогли радоваться, вспоминать любимого пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, его асхары смотреть и вроде как бы находиться рядом с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. Еще тысячу раз нескончаемую хвалу можно воздать Всевышнему Аллаху и делать шукру. شكرا جزيلا للأخ عبد الله الذي كان معنا في موكب آثار الرسول وآل بيته وأصحابه. قرية إنخيلو من الأعلى تصوير علوي، كما ترون أنهار، بيوت متراصة قريبة بعضها من بعض، تذكرنا بالبيوت الفلسطينية القديمة قبل الاحتلال، وجبال بعضها مغطى بالأعشاب وبعضها عاري. هناك أيضا في المقابل جبال مغطى بالثلوج كما ترون. البيوت هنا متراصة قريبة من بعضها إلى بعض. البيوت المتراصة والقريبة من بعضها هي بيوت قديمة، أما البيوت الحديثة فتجدونها بعيدة عن بعض ضمن جديدة نوعا ما. الآن سنقوم بالتقاط صور بانورامية لقرية إنخيلو عن طريق هذا الهليكوبتر الصغير. قرية إنخيلو قرية جميلة جدا، وإن شاء الله لنا زيارة خاصة إلى هذه القرية لنعرفكم على آثار القرية وعاداتها وتقاليدها، ولكن الوقت ضيق الآن والجو لا يساعد، لهذا إن شاء الله في مرة صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله شراب الخلد دواره وفي الكاسات أنواره وهذا الشرب معطاره روينا من رسول الله ونال القلب ما يرجو وزاروا بعدما حجوا وفوج بعده فوج سلام يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله تراهم في مصلاهم إله العرش أعطاهم حبيب الله يلقاهم وقد زاروا رسول الله وغفران وأسرار لمن للمصطفى زاروا عليهم تبدو أنوار من الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله جيوش النفس قد ولت وأقمار الهدى هلت وسحب الخير قد عمت لمن زاروا رسول الله وشمس الدين تهدينا إلى الخلاق بارينا رسول الله داعينا أتينا يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله جمال المصطفى بادي بإقبال وإسعاد وعطر روح الوادي وشاهدنا رسول الله ونلنا غاية القرب بتوفيق بلا حجب وزرنا سيد العرب أبا القاسم رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وهز الروح باريها لدى المختار هاديها فنالت من أمانيها شهودا في رسول الله سلونا حب ما يفنى وعند المصطفى صرنا ووصل القلب قد نلنا من الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رياض الخلد نلناها وسلمنا على طه روح الحب حياها بإمداد الرسول الله صلاة الله كالقطر على المختار ذي الذكر وصحب سادة غر وآل من رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.